اللقاية المهجنات الأصايل مسافة الخمسة كيلومترات هي الحاضرة مع هذا السن هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان وثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة وعبر شاشة قناة ياس الرياضية المتابعة لهذه الأحداث. نسير مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول والتحدي الأول مع شعار هجن الرياسة هنالك على المركز الأول، ولكن التسلل في هذه اللحظات من إزعاج من تسلل إلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر سعيد بن عبيد بن مروشد من يقدم لنا إزعاج، بينما المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة بمتابعة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الثالث أيضا القادم شاهين من هجن الرياسة بمتابعة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب من يتقدم الآن، والمركز الرابع السكب القادم من هجن النايفات راشد بن حمد بن حلفان المري من يقدم لنا السكب، والمركز الخامس الزعيم بشعاره العيناوي الكبير شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان محفوظ بن خميس الجنيبي، وأيضا شاهين وشاهين من هجن الرياسة المجازف محمد العتيق بن زيتون المهيري، ومن الجانب الأيمن يتواجد شاهين وأيضا يتبعه شاهين آخر من هجن ند الشبة بمتابعة المضمر سعيد بن سالم. نقلتنا القادمة لنتابع تواجد هملول من هجن الرياسة الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا انطلاقة هملول أيضا القادم على المركز التاسع شاهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز العاشر علي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان المحترف جمعة بن عتيق الرميثي من بدأ يتقدم الآن على مستوى المركز العاشر، ولكن العودة إلى المقدمة إلى الصدارة الأولى إلى التحديات الأولى وإلى شعار إزعاج على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد من يقدم لنا إزعاج، يقود المسيرة قيادة موفقة وقيادة سليمة على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. المركز الثاني القادم شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع انطلاقة شاهين اللي يتواجد على المركز الثاني، والمركز الثالث القدوم والوصول من الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان محفوظ بن خميس الجنيبي من يتابع في عملية التضمير والمتابعة. المركز الرابع القادم شاهين من هجن ند الشبة والمضمر سعيد بن سالم قادما، والمركز الخامس شاهين من هجن الرياسة بمتابعة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم الآن على المركز الخامس وسادس التحديات شاهين من هجن ند الشبة بمتابعة المضمر سعيد بن سالم من يتابع انطلاقة شاهين، ومن الجانب الأيمن يحضر شعار هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من بدأ يتسلل من مركز إلى مركز، أيضا قدوم شعار هجن ند الشبا يصل في هذه اللحظات مع المضمر سعيد بن سالم من يقدم لنا شاهين، وهنالك الصعب أول ندال انطلاقة الصعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر خالد بن المر بن حلوة من يتقدم الآن، أيضا الوصول من شاهين في هذه اللحظات من هجن ند الشبة والمضمر سعيد بن سالم وشعار هجن النايفات يتقدم بقيادة المضمر راشد بن حمد الحلفان المري من يقدم لنا الأجدل في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام،
العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، إلى الانطلاقة الأولى، إلى التحديات الأولى. لا زال إزعاج، إزعاج المركز الأول، إزعاج المقدمة الأولى. يستفتح الكيلومتر الأخير والخطير، كيلو التحديات وإزعاج المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر سعيد بن عبيد بن مروشد. وصل شعار هجن الرياسة، بدأ يتسلل، بدأ ينطلق إلى الصدارة الأولى. المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري بوذياب من يعلن حضوره المميز. هجن ند الشبه مع شاهين، وهنالك أيضا شاهين من هجن الرياسة، الأجدل مع هجن نايفان، ولكن العودة إلى المقدمة. هجن ند الشبا على المقدمة الأولى غيرت الأمور. هنالك شاهين من انطلق على الصدارة على المقدمة من هجن ند الشبا والمضمر سعيد بن سالم من يقدم لنا شاهين. المركز الثاني أيضا شاهين من هجن الرياسة المستحيل، وثالثا الأجدل من هجن نايفان، ولكن هجن ند الشبا على المركز الأول. شاهين يسيطر على المقدمة على الصدارة الأولى، الأقرب إلى الناموس، الأقرب إلى الفوز والانتصار. شاهين من هجن ند الشبا، تهانينا تهانينا، والناموس لهجن ند الشبا والمضمر سعيد بن سالم على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد السم المنصوري، وثالثا الأجدل من هجن النايفات، ورابعا وخامسا من هجن ند الشبا، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار على فوز شاهين بالمركز الأول من هجن ند الشبا. التهاني والناموس المضمر سعيد بن سالم من قدم لنا اسم شاهين مع الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة، لحظات الفوز والانتصار والتوقيت الزمني، والعصاف الأبطان بدون أي أوامر، والتوقيت الزمني من مسافة 5 كيلومترات. سبع دقائق 25 ثانية، 4 أجزاء من الثاني تهاني والناموس. بينما المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد السم المنصوري، والتوقيت الزمني 7 دقائق 26 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. المركز الثالث الأجدل من هجن نايفات راشد بن حمد الحلفان المري، والتوقيت الزمني 7 دقائق لحظات الوصول، 26 ثانية 9 أجزاء من الثاني تهانينا والناموس. التحية تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام بانطلاقة شوطنا التاسع للأبكار محليات الأصايل على بركة الله.